في السيركت البسيطة المبينة عايز IX و IY V1 و V2 الباور على الفور فولت فولت السورس وعلى الفايف فولت فولت السورس والباور الابزوربت باي 1 اوم ريزيستور وباي 2 اوم ريزيستور. اول حاجة نجيب الاي، هفترض طبعا هو تيار واحد هنسميه اي، طبق كي في ال او السيجما الفي يساوي صفر، وادي اللوب بتاعتي، عديت على الماينس ماينس فور وبعدين بلس واحد اي وبعدين ماينس فايف فولت وبعدين بلس اتنين اي يساوي صفر. اذا 3i يساوي 9، اذا الاي يساوي 3 امبير. مين اللي معايا؟ الاي اكس معايا، الاي اكس هيساوي اي يعني، والاي واي عكس الاي هحط ماينس، يبقى ده 3 امبير وهنا ماينس 3 امبير. ده الطلب الاولاني. الطلب الاولاني عايز ال V1 وال V2. ال V1 زي ما اتفقنا في الريزيستورز لو ماشي من البلس للماينس هنحط بلس، هنحط I في R. ال V2 ماشي من الماينس للبلس هحط ماينس I في R، وبالتالي الاي بتلاتة والار بواحد يبقى 3 فولت. الاي بتلاتة والار باتنين يبقى ماينس 6 فولت، مجموعهم مع بعض 9، بس لو اعتبرنا ده بلس وماينس هيبقى 9، بس ده ماينس 6 لان حطينا الماينس والبلس، فالتسعة دول يساوي التسعة دول. عايز الباور على الفور فولت والباور على الفايف فولت. الباور اي في ار، هنا ماشي من الماينس للبلس او الاي طالعة من البلس فاقول بلس اي في، وهنا ماشي التيار جواها من الماينس للبلس او اقول طالع من البلس نفس الشيء اي في في. الاي بتلاتة والفي باربعة يبقى 12 وات، وهنا تلاتة في خمسة يبقى 15 وات، اجماليهم 27. طبعا لازم الباور absorbed by the two resistors يساوي نفس الاجمالي 1 اوم، هيساوي الاي تربيع في ار والباور في الاتنين اوم، نفس الشيء اي تربيع في ار، طبعا ما يهمناش اذا كان الاي بوزيتيف ولا نيجاتيف، تلاتة تربيع في واحد يعني 9 وات، وهنا تلاتة تربيع في اتنين يعني 18 وات. لو جمعنا الاتنين دول 27، نفس الاتنين دول.